الآن لمشاهد توثق لحظة تفجير منزل الأسير خالد خروشة شرقي نابلس. إذن بالصوت والصورة نقلنا لكم هذه المشاهد لتفجير قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل خالد خروشة في نابلس. نعود مرة أخرى إلى ضيفنا نهاد أبو غوش المحلل السياسي من رام الله. نعم طيب سيد نهاد، يعني نعرض الآن أيضا لقطات لتفجير المنزل من زاوية أخرى. إذن هذه مشاهد توثق لحظة تفجير منزل الأسير خالد خروشة شرقي مدينة نابلس.